بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 12 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ صالح، حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، باعثة الرسالة إحدى الأخوات، تقول المرسلة إلهام محمود. الأخت إلهام لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: بعض الناس يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يعني بالحجاب الملابس التي نلبسها، وإنما هو حجاب النفس عن الشر ويكون بالتقوى، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن هذا الذي ذكرته سائلة من أن الحجاب الذي أمر الله به المرأة يراد به حجاب النفس عن الشر وليس المراد به حجاب اللباس، هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا خطأ واضح وضلال، لأنه قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. بل الحجاب الذي أمر الله تعالى به هو حجاب اللباس، يعني تستر المرأة جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. ليس المراد به ما ذكرته السائلة من أنه حجاب النفس عن الشر، هذا وإن كان مطلوبا ومأمورا به، إلا أنه ليس هو المقصود في آيات الحجاب وأحاديث الحجاب، وإن كان يدخل فيها ضمنا، فإن حجاب المرأة بجسمها بالثياب والستر هو حجاب أيضا عن الشر، فهو حجاب عن الشر ولكنه يكون بما أمر الله تعالى به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صرف الألفاظ شيخ صالح والتلاعب بها في مثل هذه المعاني، ماذا يعني وما هو تحذيركم للناس من هذا القبيل؟ جزاكم الله خيرا. هذا من تأويل القرامطة والباطنية ومن تحريف الكلم عن مواضعه، وهو من فعل اليهود وأشباههم من فرق الضلال. هذا لا يجوز، لأنه تلاعب بكلام الله سبحانه وتعالى، كما قالوا عن الصلاة بأنها هي الدعاء وصيام كتم الأسرار وإلى آخره. كل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. نعم. جزاكم الله خيرا. العمدة في هذا الموضوع لو تكرمتم شيخ صالح حتى يخرج الناس بالنتيجة من هذا اللقاء، العمدة في رد هذا الكلام. نعم، في رد هذا الكلام، وكيف نعتمد الكلام ونعتمد الكلام الصحيح أيضا، وأين مصدره؟ نبه العلماء رحمهم الله على التأويلات الباطنية والقرامطة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد نبه في كثير من رسائله وفتاواه على تأويل هؤلاء وصرفهم الكلم عن مواضعه. تراجع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، خصوصا ما ذكره عن الصوفية وعن أشباههم من الذين هم عن الباطنية والذين والقرامطة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبطلون الشرائع ويؤولونها بتأويلات باطلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا حول نفس الموضوع تقريبا، فتقول: ما حكم الإسلام في تغطية المرأة لوجهها وكفيها؟ حكم الإسلام في تغطية المرأة لوجهها وكفيها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، أن هذا أمر واجب، لأن هذا فيه
فيه صيانة للمرأة وصيانة للرجال عن الوقوع في الفتنة، لأن النظر المحرم يجر إلى الوقوع في الفتنة والحجاب يمنع من ذلك. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب فيه طهارة لقلوب النساء المتحجبات وطهارة لقلوب الرجال من أن تدب إليها الشهوات المحرمة. وقال سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة أيضا لا تتكلم بالكلام الذي يطمع أصحاب القلوب المريضة من أن تتكلم معهم بكلام فاتن أو كلام مبتذل ورخيص يطمع بها، وإنما تتكلم بقدر الحاجة وبكلام معروف وقلنا قولا معروفا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الإسلام في وضع الحنة على الكفين للمرأة الشابة غير المتزوجة؟ هل هو حرام أم مكروه أو جائز؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بالخضاب للنساء سواء كنا من الشواب أو غير الشواب. الخضاب يباح للنساء في أكفهن وفي ما جرت العادة به، لأنهن بحاجة إلى الزينة وهذا من الزينة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الإسلام في فتاة أرادت أن تصلي في المسجد صلاة العيد أو الجمعة مثلا أو التراويح، ونحن لا نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن إذا كانت تتمنى الصلاة في المسجد فهل تذهب أم لا؟ نعم، إذا كانت تتمنى الصلاة في المسجد وترغب فيها إنها لا بأس أن تخرج وتصلي، لكن بشرط أن تكون متسترة وتاركة للزينة وتاركة للطيب بأن تخرج بصفة محتشمة بعيدة عن الفتنة، ومع هذا صلاتها في بيتها خير لها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها أفضل لها، ولكن إذا أرادت الخروج للمسجد فيباح لها ذلك بشرط أن تبتعد عن أسباب الفتنة في الطيب وفي لباس الزينة وفي التعرض للرجال والاختلاط بالرجال، أن تكون على حدة وفي جانب من المسجد وتكون خلف الرجال، هذه الاحتياطات لا بأس. كذلك في صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض لصلاة العيد، وأمر أن تعتزل الحيض المصلى، وذلك ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سوداني رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم عين مقيما في المملكة يسأل عددا من الأسئلة، في بعضها يقول: إنني كثير النسيان، وفي بعض الصلوات الجهرية أنسى وأقرأ سرا وأتذكر ثم أجهر بالقراءة وأسجد سجود السهو، فهل علي أن أعيد الصلاة أم كيف يكون العمل وهل عملي صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الجهر والإسرار كلاهما سنة، فلو أنه جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فلا بأس، صلاته صحيحة، وإنما يكون تاركا لسنة. فإذا نسي وأسر في موضع الجهر وذكر فإنه يجهر فيما بقي من القراءة، وكذلك في العكس إذا جهر في صلاة السر ناسيا ثم تذكر فإنه يسر ويكمل قراءته وليس عليه سجود سهو واجب، وإذا سجد من باب الاستحباب فلا بأس وصلاته صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يمر علي وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر وأنا في الجبل أرعى الغنم، ومعي ماء يسدني ويزيد قليلا بعض الأحيان، لكنني أتيمم للصلاة وإنما يسدني للشرب، فهل ما أفعله صحيح ولا فيما إذا كان مكان الماء بعيدا عني؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت تحتاج هذا الماء للشراب والطبخ فإنك تتيمم، لأن وجود هذا الماء كالمعدوم لأنه للحاجة، فما دام أنه لا يتسع لحاجتك ولوضوئك فإنك تتيمم. أما إن كان الماء كثيرا تسع للحاجة من الشرب والطبخ والوضوء فإنه يجب عليك استعمال الماء، لأنك حينئذ واجد للماء الذي لا تحتاج إليه فيجب عليك الوضوء. الحاصل أن هذا راجع إلى الحالة التي أنت عليها، فإذا كان هذا الماء لا يكفي لحاجتك أو بقدر حاجتك فإنك تتيمم، أما إذا كان فيه زيادة عن حاجتك
حادثك فإنك تتوضأ، وإذا كنت تخاف المستقبل والماء بعيد وتخاف لو توضأت من هذا الماء أن ينفد والماء بعيد عنك وتريد أن تحتفظ به للمستقبل أيضا فإنك تتيمم، لأن هذا من الحاجة. نعم، جزاكم الله خيرا. يصف نفسه شيخ صالح فيقول: إنني ملتزم والحمد لله على ديني ومحافظ على صلواتي، ولكن دائما أحس بالخوف إذا صليت، أحس أن وأخاف ألا تقبل صلاتي، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ هذا ربما يكون من الوسواس، فإذا كان من الوسواس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفت إليه. أما إذا كان هذا نتيجة الحرص على أداء الواجب والخوف من الله عز وجل فهذا شيء طيب، وهذا دليل على الخير، والإنسان سادات الصالحين كما قال الله تعالى عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومعنى ذلك أنهم يؤدون الأعمال الصالحة ويخافون أن لا تقبل، فهذا علامة خير، إلا إذا وصل إلى حد الوسواس فهذا أمر لا ينبغي الالتفات إليه. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: أرجو أن تذكروني أسماء الكتب التي تحمل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتب التي تحمل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة والحمد لله، وأقرب شيء للمبتدئ الأربعون النووية تكملتها للخمسين ابن رجب مع شرحها في جامع العلوم والحكم، هذا أقرب الكتب كتب الحديث، لأنها حديث مختارة في العبادات والأخلاق والمعاملات فيها خير كثير، وبإمكان المسلم أن يحفظها وتكون رصيدا عنده. وكذلك رياض الصالحين هذا أيضا من الكتب الجامعة إلى حديث التي فاز إليها المسلم في عبادته في معاملاته وسلوكه مع الناس وأخلاقه. كذلك الترغيب والترهيب للحافظ المنذري أيضا هو كتاب جيد يذكر فيه الأحاديث التي فيها الترغيب الأعمال الصالحة، ويذكر الأحاديث التي فيها الترهيب من المعاصي والمخالفات، وهذا من ناحية الكتب الجامعة للأخلاق والآداب. أما كتب الأحاديث المختصة بالأحكام فمن أقربها كتاب البلوغ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر، كذلك العمدة لعبد الغني سرور الجماعيلي، أيضا هذا كتاب على أبواب الأحكام وهو مختار من الصحيحين، ذلك المنتقى للمجد بن تيمية في أحاديث الأحكام. وإذا كان عند الإنسان قدرة وإمكانية هناك صحيحان: صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد وبقية الكتب المسندة والمستدركة، والمجال في هذا واسع جدا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعثها مستمع يقول: أخوكم في الله يوسف النور آدم أبو كساوي سوداني مقيم في المملكة. أخونا له عدد من القضايا، من بينها يقول: إذا كنت أعلم أن هناك مكانا نجس ثم إني فرشت عليه فراشا طاهرا كسجادة أو نحوها وصليت، هل صلاتي تعتبر صحيحة؟ الصلاة صحيحة لا بأس بها، إذا فرشت على مكان نجس شيئا طاهرا وصليت عليه فإن صلاتك صحيحة، لأن هذا الطاهر حال بينك وبين النجاسة. ولكن بعض العلماء يكره هذا الشيء، يكره كراهية تنجي، وأما التحريم فليس هذا بحرام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل لبن الإبل أو الغنم أو البقر يؤثر على طهارة الملابس؟ لبن الإبل أو البقر أو الغنم هذا طاهر مباح، ليس فيه شيء، إلا أن غسله من باب النظافة، غسله من باب النظافة هذا شيء طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في نهار رمضان شربت قليلا من الماء ناسيا، هل علي شيء أو قضاء؟ من شرب ناسيا أو أكل ناسيا فلا شيء عليه، وصيامه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب أو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حمزة مبارك القبيس فيما يبدو بعث برسالة مطولة، ملخص ما فيها أنه يقول: إذا كنت لا أستطيع أن أبقى فترة طويلة وأنا على وضوء، هل أعذر بالحضور إلى المساجد مبكرا ولا سيما في يوم الجمعة؟ نعم، لا بأس أن تحضر وتبكر، وإذا
حصل عندك شيء من الحاجة إلى الوضوء فإنك تخرج وتتوضا وترجع إلى المسجد لتجمع بين الفضيلتين، فضيلة التكبير وفضيلة إعادة الوضوء عند الحاجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله محمد بن مصطفى. الأخ محمد يسأل ويقول: هل علي إثم إذا تركت ابنتي وحيدتين وهما يعملان بعيدا عني؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز أن تترك بنتيك بدون محرم. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله محمد ابن مصطفى. الأخ محمد له قضية، يقول: جدتي ووالدتي في بلدي، تركتهما وذهبت إلى العمل لمنطقة أخرى غير بلدي، إلا أنهما حزينان لذلك، هل أكون آثما والحال ما ذكر أم يجوز لذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا حسب الحاجة، فإذا كنت محتاجا إلى العمل وليس في بلدك عمل تتقوت به فلا بأس أن تذهب إلى بلد آخر ولو كانت أمك وجدتك حزينتين. أما إذا كان هناك عمل في البلد تستطيع منه أن تؤمن حاجاتك فإن بقاءك عند والدتك وجدتك واجب عليك لبرهما والإحسان إليهما. جزاكم الله خيرا. يقول: كنت عاقدا العزم إن شاء الله عند مجيئي إلى المملكة أن أحج، وفي نفس الوقت لدي اختبارات جامعية في بلدي وباستطاعتي تأجيل تلك الاختبارات، وقد نصحني بعض الإخوة بالزواج أولا قبل الحج، لكنني قلت إن العمر غير محدود ولا أدري، وفضلت البدء بالفريضة، فما هو رأيكم؟ هل ما ذهبت إليه صحيح؟ وادعوني جزاكم الله خيرا. ما ذهبت إليه صحيح، المبادرة بأداء الحج إذا تمكنت منه وسنحت الفرصة فإنك تؤدي بهذا ركنا من أركان الإسلام، كما فعلته من تقديم الحج والعمرة على الامتحان وعلى الزواج، أمر لا بأس به، بل قد يكون هو الواجب عليك ما دمت تمكنت من الحج والعمرة ولم تحج قبل ذلك ولم تعتمر، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد استطعت الحج يجب عليك أداؤه، إلا إذا كنت في حالة تخشى على نفسك من الشهوة والفتنة وليس عندك مال يتسع للحج والزواج، فإنك تقدم الزواج في هذه الحالة من أجل إنقاذ نفسك من الفتنة والوقوع في المحذور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مهد الذهب رسالة بعث بها المستمع فهد دوخي أنطيري. الأخ فهد يسأل عددا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم البكاء على الميت؟ لا بأس بالبكاء على الميت، ولا يؤاخذ به الإنسان لأنه بغير اختياره ولأنه من الرحمة، هذا إذا كان مجرد بكاء، أما إذا كان معه صوت ونياحة وتسخط على الميت وعلى قدر الله فهذا أمر محرم، وهو من النياحة التي أعدها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية، مجرد البكاء هذا لا بأس به، أما إذا كان معه رفع صوت أو لطم الخدود أو شق الجيوب أو غير ذلك من مظاهر الجزع فهذا من المحرم ومن أمور الجاهلية. جزاكم الله خيرا. ما حكم حلق اللحية مع الشارب؟ أما حلق الشارب إنه مكروه خصوصا للشاب، وإنما المطلوب جز الشارب وإحفاؤه بدون حلق، وأما حلق اللحية فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وإرخائها وإعفائها وإرسالها، ونهى عن مشابهة المجوس ومشابهة المشركين في حلق اللحى، حلق اللحية حرام، وأما حلق الشارب فإنه مكروه، والمطلوب من المسلم جزه أو إحفاؤه بدون حلق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن